أهلا بحضراتكم ولكم التحية، وكل سنة والمرأة المصرية طيبة. المرأة المصرية تلاقيها حاضرة في كل ما هو مسؤولية. البنت المصرية الجميلة الجدعة والمسؤولة. البنت المرأة المصرية في بيتها هي المدبرة، يعني تعرف إزاي زي ما بنقول كده تدور بيتها. تدور بيتها حلوة قوي، تراعي ولادها، تراعي جوزها، هي كده الكتلة من العطف والحنان، وهي الدافع دايما للأمام. المرأة المصرية اللي هي المعدن المصري الأصيل. المرأة المصرية هي الوتد، السند، تلاقيها دايما سند سواء لبيتها أو لبلدها. كل سنة وانتي طيبة يا أجمل امرأة، هي المرأة المصرية. النهاردة السيدة انتصار السيسي على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك في تويتة جميلة وفي غاية الأهمية وجهتها للمرأة المصرية. نحتفل اليوم بالمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة الذي يعكس مصيرتها الحافلة بالعطاء، والتي ما زالت تواصلها بنفس روح الحماس والعزم الصادق رغم كل التحديات والمصاعب. تحية فخر وتقدير لكل سيدة مصرية أكدت بعملها وإنتاجها وصبرها وتضحياتها إن هذا الوطن يستمد منها ضميره وقوته وشموخه. النهاردة كمان سيادة الرئيس بمناسبة العيد العالمي للمرأة، سيادة الرئيس النهاردة في تويتة قال: المرأة المصرية تحمل ضمير الوطن على عاتقها بعزيمة وهمة. في يومها العالمي توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحية احترام وتقدير وإجلال للمرأة المصرية. كمان النهاردة بالمناسبة دي لازم أقول لحضراتكم إنه احنا معانا ان شاء الله، ده هيبقى تقرير هذيع لحضراتكم، يا جت كده بالصدفه يعني، لكن بمناسبه برضو يوم المراه المصريه، ام قد ايه صبرت وقد ايه حاولت مع اولادها كتير قوي قوي. ان شاء الله التقرير يكون مع حضراتكم، هنشوفه بعد قليل. بس خلينا اكمل لحضراتكم الاخبار بتقول ايه. النهارده كمان احتفلت قواتنا المسلحه بيوم الشهيد والمحارب القديم. نشر المتحدث العسكري على صفحته الرسمية عدد من الفيديوهات اللي بتظهر مدى تضحيات الجيش المصري العظيم على كافة الأصعدة، وأطلق هاشتاك يوم الشهيد لولاهم ما كنا هنا. بالفعل لولاهم كان زماننا مش عارفين نعيش، ما كناش زماننا كل واحد فينا كده عايش حياته مطمن على بيته، مطمن على ولاده، ومطمن على رزقه، مطمن على الأقل على الأربع حيطان اللي هم حامينه. النهاردة كمان بوابة الأهرام بتقول لحضراتكم: تزامنا مع يوم الشهيد، الرئيس أناب وزير الدفاع لوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء قواتنا المسلحة. اليوم السابع قالت القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بقاعدة البحر الأحمر. وزير النقل النهاردة كان ليه تصريح في غاية الأهمية، قال: تعويض أصحاب العقارات المتعارضة مع التطوير الدائري وفقا للقانون. صحف والمواقع والوكالات الأجنبية كمان يمكن فتح صفحة جديدة مع مصر وعدد من دول الخليج للسلام والاستقرار. يا سلام. سكاي نيوز بتقول لحضراتكم: اكتمل النصاب، البرلمان الليبي يبدأ جلسة منح الثقة للحكومة. وأيضا فرانس 24: لبنان إغلاق طرق رئيسية في جميع أنحاء البلاد احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والجمود السياسي. شرق الأوسط النهاردة فيها أكتر من خبر، لكن لفت نظري الحقيقة النهاردة في الشرق الأوسط التحالف يرد على الاعتداءات الحوثية بعملية نوعية. قدس العربي عنوان في غاية الأهمية، روحاني ينصح الأوروبيين بعدم استخدام لغة التهديد، إيران تهدد بتدمير تل أبيب وحيفا إذا استهدفت إسرائيل مواقعها النووية.
دي أهم الأخبار، لكن عايز أقول لحضراتكم إنه إحنا النهاردة معانا فقرة بعد الفاصل هتكون في غاية الأهمية. الفقرة دي بناء على رسائل حضراتكم على الاس ام اس أو سواء بالاتصالات التليفونية، لأنه ناس كتيرة جدا عايزة تفهم مسألة تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا. إحنا كان معانا امبارح أستاذ طلعت عبد السلام، ويعني استأذننا إنه يكون معانا النهاردة علشان يرد على الاستفسارات لحضراتكم أو أسئلة حضراتكم. طول الوقت إحنا في انتظار تليفوناتكم، في انتظار الاس ام اس الخاص بينا 23 20، علشان نجاوب على كل. وكمان النهاردة الاثنين إحنا بنتلقى شكاوى السادة المواطنين. خليني بقى أتوقف زي ما قلت لحضراتكم أمام الخبر بتاع روسيا اليوم. أنا شخصياً ما ينفعش ما توقفش أمامه. الرئاسة التركية يمكن فتح صفحة جديدة مع مصر وعدد من دول الخليج للسلام والاستقرار. خليني أرحب بسيادة العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للدراسات والفكر الاستراتيجي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين يا أستاذ عادل. أهلاً بحضرتك، أهلاً بيك فندم. التصريح ده والتصريحات دي، تصريح النهاردة مش أول تصريح بهذا الشأن وهذا المعنى تحديداً سيادة العميد خالد، شايف الزيادة في التصريحات في هذه السكة إزاي؟ إحنا بنتكلم على أنه طول الوقت والفترة الأخيرة تركيز كبير قوي على تصريحات يمكن فتح صفحة جديدة مع مصر وعدد من دول الخليج للسلام والاستقرار. تتوقف أمام هذا العنوان إزاي وهذا التصريح إزاي؟ يعني الحقيقة ربما كمان يدخل معانا الحديث بشأن حديث مطول لمستشار الرئيس التركي، صحيح، واللي هو كان بيطلق قذائفه في الماضي تجاه الدولة المصرية وتجاه الدول العربية الشقيقة. النهاردة الحقيقة يعني أو منذ أيام قليلة، الأمس أو أول من أمس بالكثير، بينزل بحديث أول يتحدث عن أن ويذكر هذه الكلمات بالحرف، أن مصر هي قلب وعقل المنطقة بكاملها. يعني ده أمر، هل هو إعادة ترتيب أولويات وحسابات من الجانب التركي؟ حقيقة محتاج وقفة زي ما حضرتك بتقولي فعلا، لكن أنا قادر أفهمه إن يعني اعتدنا طوال فترات سابقة على مجموعة من القذائف الإعلامية من الجانب التركي لا يقابلها فعل على الأرض، نوع من أنواع الترويج الإعلامي. أعتقد مصر والدول العربية في غنى عن مثل هذه التصريحات بقدر ما تحتاج إلى أفعال ملموسة على الأرض، تغيير حقيقي في الرؤى وفي التعاطي مع أولويات الدولة المصرية. ومصر احنا بنتكلم عنها، الاشقاء في الدول العربيه لهم ما يتحدثون عنه، لكن احنا بنتكلم عن مصر اللي تحتاج الى كثير جدا من تصحيح المواقف بجديه من الجانب التركي. حتى اللحظه لا انا شخصيا، واظن ان قطاع كبير من الراي العام المصري يشاركني في ذلك، لم ننسى ان الجانب التركي طعن طويلا في إرادة الشعب المصري لتمثلة الثورة 30 يونيو 2013، صحيح، وطعن كثيرا جدا في خيارات الشعب المصري. احنا ما اخترنا النظام المصري الحالي، اخترناه بإرادة حرة، إرادة واعية جدا، عندنا قدر من القناعة والاقتناع بمشروعه الوطني. طبعا ده أمر يعني يشاركني فيه كتير الحقيقه من مفروغ من المصريين. صحيح طبعا، بالزبط. كل المصريين فن. نعم. فاحنا محتاجين ان احنا يعني يحصل تصحيح تجاه هذا الامر ونشوفه، ويحصل عدول من الجانب التركي عن كل اشكال الطعن في اختياراتنا وفي ثوابتنا الوطنيه. هذه الخطوات او هذا الحديث هو ربما اللي من الممكن ان هو ياخذ العلاقات المصرية التركية إلى مستوى آخر، إذا كانت تركيا تريد ذلك بالفعل ولا تستخدم فقط مجرد التصريحات الإعلامية. بعد مثل هكذا تصحيح لمواقف إحنا تابعناها كلنا طوال السنوات الماضية، محتاجين بقى نشوف أفعال حقيقية على الأرض، دعم لثوابت الأمن القومي للمنطقة كلها والأمن القومي
المصري، ان تكون تركيا بتحترم هذه المحددات وهذه الضوابط. هتجد من مصر اكيد رؤية مختلفة هي الاخرى. مصر من البداية تحدثت بوضوح عن ان ليس لدينا مشكلة مع تركيا، المشكلة لدى تركيا نفسها. لو هي النهاردة داخلة في طريق تصحيح، اعتقد اللي انا ذكرته هو احد المسارات اللي من الممكن تثبت جدية الجانب التركي. هو التصريح مش الأول زي ما حضرتك قلت يا سيادة العميد خالد، ولأكثر من مسؤول في تركيا. المغازلة السياسية اللي بقالها فترة بتحصل مع القاهرة، بتتبعها أنقرة مع القاهرة، يعني أنت عارف عندنا في مصر كده يقول لك بالبلدي كده بأمارة إيه؟ يعني ادينا أمارة، يعني زي ما بنقول كده. ايه الأمارة اللي بتشوفها تركيا من وجهة نظرها؟ والغريب كمان الناس، يعني الشعب المصري بيقول لك ايه؟ بيقول لك مفيش مسؤول مصري رد خالص على مطالباتهم ومغازلتهم السياسية للقاهرة قبل كده، يعني دائما ابدا القاهرة تنفي لما بيقولوا في تواصل و بتنفي. فايه فكرة المغازلة في الفترة الأخيرة السياسية القوية من الجانب التركي تجاه القاهرة؟ ربما يكون مسبباته يعني إعادة تموضع استراتيجي بتحاول تركيا أن هي تصيغه في الفترة القادمة. وجدت أن هي بتخسر خسائر كبيرة جدا على المستوى الاستراتيجي بأنها تعادي دولة مثل مصر، ولذلك ذكرت مصر باعتبارها القلب والعقل المنطقة العربية. وكمان لم تغفل الدول العربية الشقيقة واللي هي دول ليها أوزان هي الأخرى في المنطقة وليها احترامها، وهم شركائنا الاستراتيجيين بالمناسبة، وتركيا عارفة ده بشكل واضح، فلذلك ذكرتهم هي الأخرى، وأننا على استعداد لفتح صفحات جديدة. هي نوع ربما من إعادة نظر في أن كل السنوات الماضية لم تحصد تركيا سوى الخسارة سوى العزلة. هي معزولة من قبل أوروبا بشكل كبير جدا. الولايات المتحدة الأمريكية العلاقات ما هياش في أفضل أحوالها، خاصة مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وربما هذا سبب من الأسباب الرئيسية والمتقدمة، إن قد تكون تركيا بتحاول إنها ترتب أوراقها استعدادا إلى مقابلة مباراة ساخنة مع الإدارة الديمقراطية اللي لديها تحفظات كبيرة جدا على المشروع التركي في المنطقة. فأعتقد أنها بتحاول تبرد من سخونة الاحتقان أو من شكل من أشكال التباعد اللي كان موجود ما بينها وما بين هذه الدول اللي ذكرتها. ده أمر أعتقد أنه ترتيب استراتيجي بتذهب إليه الإدارة التركية النهاردة لتصحيح أوضاعها ولخلق مناخ جديد من الممكن به أن تتعاطى مع المجتمع الدولي. خلينا نتخيل حاجة مع حضرتك، اسمح لي كده، وإحنا يعني إحنا غير مسؤولين، يعني إحنا بنتكلم الكلام اللي بيقوله الشارع المصري. ربط فتح صفحة جديدة مع مصر، ربطها بعدد من دول الخليج، يعني قال وعدد من دول الخليج. هل من المفترض الرد هنا يبقى رد مصري خليجي، ولا كل مسؤول عن تصرفاته وعن نفسه وعن سياساته؟ هو في يعني الواقع العملي بيقول ان كل دولة بالطبع ليها سيادتها وليها حساباتها وليها مرجعياتها اللي من الممكن انها دولة كل دولة تتخذ القرارات اللي تخصها واللي تتوافق مع مصالحها طبعا، وكل دولة لديها إدراك بأجندة التوقيت الخاص بيه. التوقيتات لكل دولة هي ملك لها. لكن هو الجانب التركي لا ينقص الذكاء في أنه هو عارف أن احنا كدول مصر وشركائنا من دول الخليج، عارف أن احنا شركاء استراتيجيين بنواجه المجتمع الدولي وبنجابه التحديات اللي موجودة في الإقليم جنبا إلى جنب، التنسيق على أعلى مستوى، المواقف مترابطة بشكل كبير وواضح وفعال. أعتقد خطوة من هذا القبيل مثلما جرى الأمر ربما مع قطر، وأعتقد أن ده برضو
ما انا عشان كده ربطت، انا عشان كده ربطت. طبعا حضرتك قلت اللي انا ما قلتوش. لا لا بالظبط، هو اعتقد لا يعني لم يخونه. بتحاول تلعب نفس الدور اللي لعبته قطر؟ طبعا في قصه المصالحه، بتقول ان انا ممكن ادخل على الرباعي العربي اللي هم حلفاء من اول يوم في ثوره 30 يونيو 13، واللي هم بيواجهوا مشروع الاسلام السياسي، واللي هم بيكافحوا الارهاب من اللحظه الاولى، واللي هم بيشتغلوا لتدعيم العمل العربي المشترك. هو عايز يخش على خط هذه الدول الاربع، وهي دول ليها وزن معتبر جوه النسيج العربي وجوه الاقليم. ولذلك تحدث معهم بلغه واحده او ضمهم في تصريح واحد، رغم ان كان حديثه عن مصر بالاساس بالاسم، لكن اعتقد ان هو يستهدف الدول جميعها وينتظر ردودها. لكن ربما تكون الكره في ملعب الجانب التركي، واعتقد ان هذه الدول هي سواء لمصر او لدول الخليج، الكره في الملعب انقره. ملعب انقره تثبت على الواقع العملي، تصرفات على الارض، اجراءات فعليه، خطاب واضح غير ملتبس، لا يحمل معنيين، امر يتعاطى مع الثوابت زي ما قلنا، يتفاعل مع خيارات الشعوب ومع توجهات هذه الدول بشكل واضح وصريح، ويحترم خياراتها ويحترم ثوابتها الوطنيه. هنا هيبقى في حديث اخر عندما يتحقق مثل هذه الخطوات. صحيح. بشكرك فندم، شكرا جزيلا ست العميد خالد عكاشة. يعني مستنيين الأمارة، يدونا أمارة يعني زي ما بنقول بالمصري كده. التقرير اللي أنا عايزة أقدمه لحضراتكم، أولا أنا عايزة أقول لكم أنا بتابع كل الرسائل اللي حضراتكم بتبعتوها على الاس ام اس. أرجوك يا شباب أصدقائي، رقم الاس ام اس موجود على الشاشة طول الوقت، علشان كمان هنتلقى تليفونات، لأنه معانا النهاردة المسؤول عن هذا الملف، ملف مصلحة الضرائب، يرد على كل التساؤلات اللي السادة المشاهدين عايزها. من ضمن الرسائل جات لي رسالة من سيدة جميلة كده، مصرية أصيلة، وعندها محمد عنده 19 سنة تقريبا. هو عنده مشكلة من ساعة الولادة، وتركت معاه أثر سيء جدا جدا، وهي زوجها متوفي، وكانت بتطلب علاج لابنها لأن هي ما بقتش قادرة. هي كست، رغم أن أنا عارفة أن الست المصرية ما تقولش أي إلا لما تبقى بالفعل هي مش قادرة، محتاجة حد يسندها كده عشان تقدر تكمل. تعالوا نشوف التقرير ونعود ونتواصل مع حضرتكم. محمد جمال احمد السيد شلبي من شيت ابو عمر الشرقي. انا معاق وحالتي يعني مش بقدر امشي وكده، لما اجي امشي رجلي بتنقلب، ومش بعرف اخش الحمام يا روحي، لازم حد يخش معايا وكده. يعني من يوم ما اتولدت وانا كده، ولا عمري خرجت ولا اعرف الحسنين يعني، ولا معفن ولا اي حاجه. ماما بتخش معايا، اخويا مثلا معوز حاجه اقولها له وهو يجيبها معاه، وجاء اخويا شغال في اليوميه اصلا. ونفسي اعيش بس حياة نظيفة، بيت نظيف، أكل نظيف، حياة كريمة نظيفة يعني. من يوم ما اتولد طبعا أخوه توأمه، مش عرفنا الحالة بتاعته لما أخوه كبر عند سنة، تفاجأنا بيه إن هو مش بيمشي. طبعا رحنا ادينا له علاج طبيعي، وادينا له جلسات كهرباء، ومشينا معاه سنتين ثلاثة. طبعا لما رحنا عملنا ورق وكده، قالوا له عملية، وبابو خده وراح مستشفى بالريش في القاهرة. وطبعا قالوا لا، لازم يتم السبع سنين الأول عشان نعمله العملية، لأنه هو لسه صغير. لما تم السبع سنين أبو خده قدم له الورق، ورحنا، واللي كنا يعني اللي كان معانا قرش ولا حاجة برضه صرفنا عليه،
وعملنا له العملية وفصلنا له جزمة طبية على حسابنا، كانت غالية بس كلفتنا برضو، والحمد لله على كده رب العالمين. يبقى اكتشفنا ان العملية مش نجحت طبعا عشان الحاجة المادية، مش قدرنا ان احنا نعملها تاني لما يكبر. طبعا اجى لابوه تعب الفيروس الكبد وتوفى بقاله 7 سنين الوقت، وانا اللي شايلة دوره وشايلة مسؤوليته، وانا مش قادرة انني اعملها. طبعا هو عاد راجل كبير، انا اللي بعمل له كل حاجة. رحنا المنصورة السنة اللي فاتت، هو له 3 عمليات في رجليه، وعملية في الركبتين، وعملية في لين تحت شد او طور. طبعا في الوقت دي محمد بقول نفسي امشي زي، عاوز لي يبقى صحاب، وعاوز لي يبقى حبايب، واروح واجي واعرف الناس. انا بشوفك انت بتطلعي ما بعرفشك انت راح الحسنيه ولا راح مش عارف الحسنيه النحن هي ولا الشرقيه النحن هي. نفسي امشي ويبقى لي صحاب ويبقى لي حبايب واروح عشان اقدر اشتغل واصرف على اخواتي واشيل مسؤوليتي. انت تعبتي معايا ونفسي اشيل مسؤوليتي لروحي. ست فاطمة ست مصرية جميلة أصيلة زي ما حضرتكم شفتوا، هي من الشرقية وهي معايا على التليفون. خلينا رحب بيها. ألو مساء الخير حاجة فاطمة، ازيك حبيبتي أخبارك؟ الحمد لله. أنا أم محمد يا فندم، أنا اسمي أمال. أم محمد، أمال أم محمد، أهلا بيك. أهلا بيك يا ست محمد. حاجة فاطمة ست وقاعدة معانا. أهلا بيك، أهلا بيك حبيبتي. بصي محمد قال جملة في التقرير اللي أنا بعتلك الكاميرا ليه، بيقول أنا نفسي أشيل مسؤولية نفسي. هو هو نفسه يتعالج ونفسه يعمل إيه؟ قولي لي يا أم محمد. نفسه يتعالج ونفسه يقبل الصحاب ويمشي، يعرف إنك زي حبايبه وزي جيرانه وزي الجيل اللي هو من سنه، إن هو يمشي 19 سنة أحلى سنين عمره يعني. ما بيعرفش يتحرك خالص الا وحضرتك معاه. لا يا فندم، مش بيعرف يروح هنا ولا هنا الا انا معاه. لو دخل الحمام انا بدخل معاه. حتى الحمام انت بتكلمي كده، انت معاه في الجزئيه دي بقالك 19 سنه. من يوم ما اتولد. من يوم ما اتولد. هو اتولد. الغلط كان من البدايه من ولادته. من ولادته ساعه الولاده انحرج السجين. جات لي يعني طبعا عند الضغط وطي، انحرج للسجن ساعة الولادة. قولي لي اخوه كويس؟ اخوه التوأم كويس؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. اخر كلام الدكاترة قالوا لك عليه، هل بشكل واضح بسألك لمحمد علاج بأمر الله؟ انا كنت النهارده في الزجاجيج يا فندم مع المحافظ جبلته، والتقرير ان شاء الله قال لي اسبوع كده، وهيبقى ان شاء الله بعد اسبوع هنتابع مع الدكاتره. نعم. ان هو يبقى له عمليه باذن الله، بس اكيد يعني هتبقى في القاهره باذن الله. بس هم مش حددوا لسه الميعاد اللي هينعمل فيه العمليه. ايوه هنتابع احنا معاكي. قولي لي انت بتشتغلي؟ لا انا ست بيت. ست بيت. وباباه متوفى بقاله قد ايه؟ بقاله 7 سنين. 7 سنين. ربنا يقويكي يا رب، وانا معاكي على التليفون وهنتابع معاكي، وان شاء الله محمد يتعالج ويبقى زي الفل ان شاء الله، ويقدر يخرج زي اصحابه وهو في عز شبابه كده، وتفرحي بيه كمان يا ام محمد. هو ده انا بقول له انت تقدر تشيل مسؤوليه كده وتتجوز وفر حبيبي؟ قال ان شاء الله يا ماما، بس اقدر اعمل عمليه وانا هساعدكي ومش هخليكي تحتاجي اي حاجه. يا حبيبي يا حبيبي، هو عايز يعوضك اللي فات كله. وهريحك، انتوا مش عارفين قيمتي محمد. انا ايه اللي قيمه جامده جوه، بس انتوا مش عارفين قيمتي. يا حبيبتي ربنا يا رب. قولي. اتمنى ان محمد، انا تعبت صراحه، تعبت من المسؤوليه ثقيله عليا. ايوه ونفسي ارتاح واريح ابني معايا وشيل مسؤوليته بنفسه، لانه هو كبر وعاد راجل برضه، ومش ينفع ان انا اخد موقفش مع الحمام. لا ما ينفعش. نعم العملية تتم وتنجح كده يا رب يا رب، كده اشوفه في وسط حبايبه واصحابه ان هو ماشي على رجليه، ويوم انا ويوم السعد بالنسبه لي. ان شاء الله يا حبيبتي، ان شاء الله يا حبيبتي. طب انت ما بتشتغليش، انت بتصرفي منين؟ هو انا عامله له قبض، ابوه قبل ما يتوفى عامل له قبض، بقبض 400 45 جنيه، وانا بقبض 1000 جنيه. يعني انت كل دخلك هو ده المبلغ؟
أيوة. مع العلاج عليه، مع المصاريف العلاج والعمليات وكل ده. لكن انت انت ما بتشتغليش، انت قدمتي على تكافل الكرامة؟ طيب لا لا مش قدمت. مش قدمتي؟ طيب احنا هنتواصل معاكي وان شاء الله محمد هيبقى زي الفل. يا ام محمد. نعم محمد خليكي نعم. معايا خليكي معايا حبيبتي و انا معاكي، خليكي معايا عشان وانتي معايا على التليفون في استجابه من سياده الرئيس، رئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يبارك له ويكبر بخاطره زي ما هو بيكبر بخاطر الناس كده، لحاله محمد. ايه رايك بقى؟ انت سامعاني؟ انا سامعاكي يا حبيبه قلبي. سياده الرئيس دلوقتي خد قرار انه هيعالج محمد وهيشوف كل مشاكلك ويحلها. اسعد يا رب، يا رب يخليه لي، انا نفسي ومن عيني ارتاح. يا حبيبتي هترتاحي بس عيني ارتاح. بنتي اجت اتصغرت، مش عرفت اتصغرت لان يا حبيبتي يعني انا مبسوطه جو ان انا الريس هيسمعني لاخر مره. والله يسمعك، والله اسمعيني بس يا ام محمد، والله العظيم الريس سمعك. ايه رايك بقى؟ وانا ما احلفش بالعظيم لو على رقبتي كذب، يعني الموضوع مش مستاهل. يا رب يخليك يا رب يخليك. ها استجابه سياده الريس اهو حالا حالا وانت معايا على الهوا. ايه رايك بقى؟ اتمنى. ها تقولي ايه لسياده الرئيس؟ تقولي ايه لسياده الرئيس بقى دلوقتي؟ اقول له يعني انا مش عارفه ان انا اتكلم واقول له ايه. بقول له ربنا يخلي لنا ويخلي للشعب المصري ويخلي للدنيا كلها بتاعتنا يا رب، ويكافئوا خير يا رب، ويدل دايما على طول في ظهرنا وسندنا، ويخلي للغلابه واللي زي حالاتنا، ويخلي للشعب المصري كله يا رب يا رب يا رب. ودعواتك لي، دعواتك لي بقى، دعواتك لسياده الرئيس يا رب، ربنا يجازيه خير يا رب لنا يا رب، ويكافئوا يا رب، ويحرصوا هو حرسنا، هو حرس الشعب المصري. حبيبتي يا ام محمد، بصي تليفونك معايا وهيتواصل معاكي مكتب سياده الرئيس اللي ما بيتاخرش على اي حد بيطلب اي حاجه، والله اساليني انا عارفه، وده بيبقى من خلال برنامجي وعلى الهوا، وانا والله ما اعرف انه هيبقى في استجابه سريعه ليكي كده. شفتي؟ بس عشان تعرفي ان انت بنت حلال، وانا مش عايزاكي تبقي زعلانه. فرحي محمد. محمد فين؟ معايا اهو يا فندم، عشان ربنا بيحبني وبيكافئني خير. انا الحاجه دي سريعه، وانا مش مصدقه نفسي اصلا، انا مش مصدقه نفسي. لا صدقي يا حبيبتي، لا صدقي. طب انا عايزه اكلم محمد، ايه رايك بقى؟ قولي له، قلتي له ولا ما قلتلوش؟ هو قاعد سامعك وهوت وهيكلمك يا فندم. هو سمع يا محمد. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ الله يخليك. محمد انت عرفت ان دلوقتي حالا سياده الرئيس بعد ما شاف التقرير بتاعك، بعد ما بعت لك الكاميرا وسمع ماما وهي معايا على التليفون، استجاب عشان انت تتعالج ويكفي كل اللي يخليك يا فندم. ربنا يخليكوا، انا بس طلبي اجاب لي الرئيس واتكلم معاه واتعالج على في مستشفى الجيش. يا حبيبي انت عايز تقابل سياده الرئيس؟ اه. طب ما هو استجاب لحالتك يا محمد، استجاب لحالتك وانت محدد يعني ان انت لازم في الجيش؟ اه انا بحب ديش بلد. يا حبيبي انا بحب ديش بلد، وانتخبت مرتين، انا انتخبت الرئيس مرتين والله. يا حبيبي يا محمد، يا حبيبي. بص بقى، انا لسه اشوفه والله. هو يعني مش عارفه اقول لك ايه. اتمنى انه الحكايه دي تتحقق لك طالما انت نفسك تشوفه، وانا اعتقد انه لو هيبقى عنده وقت مش هيتاخر خالص يعني. قول. انا نفسي اشوفه بس واتعالج بس في المستشفى دي. حاضر يا حبيبي، حاضر. وانا ساكن في بيت عارف. هاخد منك كل التفاصيل، بس قول لي بقى، انت بتحب الجيش المصري قوي كده؟ اه بحب والله ديش بلدي. انا ما اشوف عسكري ولا اي حد بديله التحيه. يا حبيبي بس انا عايزاك بقى يا محمد، عايزاك تدعي لمصر بقى كده والجيش المصري كده ولسياده الرئيس. يا رب يحفظك يا سياده الرئيس. يا رب ويحفظ الجيش المصري. يا رب يا محمد، يا رب. ده انت
ويحفظ الشرطة المصرية والداخلية يا رب. يا حبيبي يا حبيبي يا محمد، ويحفظك ويشفيك يا حبيبي يا رب، وهنتابع معاك، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هتبقى زي الفل إن شاء الله يا محمد. قولي أنت فين بقى من الشرقية بالظبط؟ حسينية شرقية، مركز الحسينية، عزبة وعمنا مشوار جنين. طب هايل، أنت عارف إن أنا من الشرقية يا محمد؟ أنت بقى إحنا من بلد واحدة. لا أنا من الشرقية، إيه رأيك بقى؟ طلعنا بلديات أهو يا محمد. يا مرحبا، انت على راسي من فوق والله حبيبي. ده انت اللي على راسنا، تسلم لي يا محمد، ربنا يشفيك يا حبيبي، يخليك لماما كده ويخليها لك، وهتبقى زي الفل ان شاء الله. كل سنه وانت طيب وهي طيبه، وبشكرك يا محمد. بشكر سياده الرئيس على الاستجابات السريعه للحالات اللي بعرفها. بص حضراتكم، انا يعني لو وريتكم كميه الاس ام اس، والحمد لله الحمد لله الحمد لله، الناس يعني بتتواصل معانا بكل حب. والله لو قلت لحضراتكم الاس ام اس ده، في كميه رسائل ناس بعتاها من الحاله اللي فاتت، حاله مدام امل واللي قبلها واللي قبلها، بتدعي لسياده الرئيس قد ايه وبتشكره قد ايه. والله ده بيجي من خلال الاس ام اس. شكرا سياده الرئيس، شكرا على كل شيء طيب وجميل واصيل حضرتك بتعمله مع المواطن المصري. خليني أطلع فاصل، وبعد الفاصل في انتظار تليفونات حضراتكم هكون في استقبال أستاذ طلعت عبد السلام، انتظرونا. برحب بحضراتكم مجددا، وبرحب بضيفي أستاذ طلعت عبد السلام المسؤول بمصلحة الضرائب، وهيكلمنا على مسألة الإقرار الضريبي. أهلا بحضرتك معانا يا فندم. أهلا بيك أستاذ عبد. أنا جالي تليفونات بعد مداخلة امبارح، والناس على المداخلتين الحقيقة، والناس والله مبسوطة جدا، بتقول في حاجات كتيرة ما كناش فاهمينها في منها من المداخلة دي، لكن كمان في ناس عندها مازالت تساؤلات. أستاذ طلعت، أولا الاس ام اس بتقول لي تليفون أخره 435 بيقول لحضرتك الإقرار الضريبي الإلكتروني صعب للعاملين يا فندم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بداية كده احنا نبقى عارفين ان موسم الاقرارات الضريبية هذا العام هو مختلف عن كل الاعوام السابقة. ليه؟ لان احنا السنة دي اكتملت عندنا منظومة الاقرارات الضريبية الالكترونية. بمعنى ان النهاردة وانا بكلم حضرتك خلال السنة دي اصبح كل المجتمع الضريبي ملتزم بتقديم اقرار ضريبي الكتروني. المنظومة اكتملت بالمرحلة الاخيرة اللي احنا الزمنا فيها الشخص الطبيعي بتقديم اقرار ضريبي الكتروني. نعم. ولما اجي بقى اقول لحضرتك ان احنا الزمنا الشخص الطبيعي، الطبيعي انك انت تتسالي مين هو بقى الشخص الطبيعي؟ لان قد تكون دي مصطلحات مش الناس مش عارفها عند الساده المشاهدين. فانا لما بتكلم مين كل مين الناس اللي هتقدم الكتروني؟ افراد زينا وشركات كده وشركات وبالتالي وبالتالي كل المجتمع الضريبي هو هيقدم الكتروني. بس هو عندك الامكانيه دي موجوده في مصلحه الضرائب الالكترونيه على مستوى الجمهوريه؟ موجوده. لا. موجوده. بس حضرتك احنا عندنا نهج في مساله الميكنه. أيوه. ومساله التحول الرقمي. يعني لما باجي اطبق مشروع من مشروعات الميكنه، انا ما ببداش بالمجتمع الضريبي ككل عشان ما تحصلش عندي مشاكل كتيره. ولكن دايما انا ببدا بشكل متدرج. وانا لما بقول لحضرتك ان احنا النهارده اكتملت عندنا منظومه الاقرارات الضريبيه الالكترونيه، احنا المساله دي بداناها من سنه 2018. نعم. وبنبدا دايما مساله الميكنه دي، كان توجيه واضح من سياده الرئيس انه لازم الميكنه تحصل وباقصى سرعه. طبعا، واحنا البلد كلها ومصر عندها توجه للتحول الرقمي في 2030. نعم. ولازم كلنا نساعد بعض. والتحول الرقمي هيحصل من خلال المؤسسات والمصالح بتاعت البلد. فاحنا بدانا المساله دي من سنه 2018، ودايما لما بنبدا مع الشركات الاكبر. تمام. داخل المجتمع الضريبي اللي هي عندها قدره ان هي تتعامل مع الميكنه ومع المساله الالكترونيه دي. فبدانا فعلا بشركات الاموال والاشخاص الاعتباريه اللي هي الشركات الكبيره. واستثنينا سنه 2018 شركات الاشخاص، اللي هي الشركات البسيطه، الشركات الصغيره، البسيطة اللي هي شركات اللي هي التضامن. أيوة. والتوصيه البسيطه. دول جينا السنه اللي فاتت حضرتك والزمنا بقى شركات الاشخاص دي. تمام. ودخلنا معاهم الاشخاص الطبيعيين بس على سبيل الجواز. يعني السنه اللي فاتت الشخص الطبيعي ان انا الزمته بقى السنه دي كان السنه اللي فاتت جوازا، حضرتك ممكن تقدم الكتروني وممكن تقدم ورقي. النهارده بقى وانا بكلم حضرتك بنقول لا، طبقا بقى لقرار وزير الماليه وطبقا للقانون اصبح كل المجتمع الضريبي ملتزم بتقديم اقرار ضريبي الكتروني.
انا ما وضحتش لحضرتك مين الشخص الطبيعي. لما بتكلم عن شخص طبيعي احنا بنقصد المشروعات اللي بيمتلكها شخص واحد. المنشأة اللي بيمتلكها شخص واحد. فلو انت حضرتك وانت بتشوفنا دلوقتي انت عندك مشروع انت بتمتلكه لوحدك ومفيش معاك شركاء. حضرتك انت وانت بتتعامل مع الضرائب القانون قال عليك شخص طبيعي. سواء حضرتك وانا حد امثله يعني حضرتك عندك سوبر ماركت عندك مطعم. حضرتك صاحب نشاط حرفي عندك ورشه سمكره عندك حضرتك صاحب نشاط مهني محامي طبيب مهندس. شوف انا بتكلم عن انشطه زي ما حضرتك كده بيملكها شخص واحد. فده احنا بنقول له انت شخص طبيعي. انا عندي بقى جاي لي سؤال بسبب الدكاتره تحديدا. تمام. بيقول لحضرتك الاس ام اس بيقول لحضرتك ازاي تطلب مني ان انا اقدم الكتروني وانا مش عارف اعمل ده وانا ما عنديش فواتير لا من دكتور مش عارف يجيب فواتير. يقول لك مش عارف اجيب فواتير. هو طبيب. لا في دكتور بيدي فاتوره ولا مستشفى احيانا بتدي فاتوره ومحلات كتيره ما بترضاش تدي فاتوره. السؤال مش السؤال من طبيب ولا من مواطن. من مواطن عادي. تمام حضرتك. بيقول لك انا الدكتور ما بيدينيش فاتوره. تمام. وبعض المستشفيات ما بتدينيش فاتوره. تمام. ومحلات كتيره ما بتدينيش فاتوره. يعمل هو ايه؟ نقول لحضرتك بصي احنا عندنا في المحاسبه الضريبيه عندنا نوعين اتنين من المحاسبه الضريبيه. المحاسبه الضريبيه النوع الاولاني انا عندي ممول وعندي شركه عندها حسابات منتظمه يعني عندها دفاتر ومستندات وفواتير. لما بتيجي تقدم لي اقرار ضريبي بتقدم استنادا للبيانات اللي موجوده في دفاترها. ده نوع. النوع الثاني اللي هو بيتحاسب تقديري. وده غالبيه بقى الاشخاص الطبيعيين اللي احنا الزمناهم السنه دي بتقديم الاقرار الضريبي الالكتروني. لان هم عاده بتبقى انشطه بسيطه. حجمها مش كبير. وعاده هم بيروحوا للسكه السهله اللي هي المحاسبه بشكل تقديري. مساله ان مفيش فواتير. ما انا هجاوب انا جاوب على الحته دي. مساله بقى ان مفيش فواتير هو ده اللي احنا بنسعى ليه دلوقتي من مساله الميكنه اللي احنا بنطبقها. احنا حضرتك بنطبق اكتر من مشروع. انا مش بطبق بس اقرار ضريبي الكتروني. ده انا بعد ما انتهيت من الاقرارات الضريبيه الالكترونيه انا دلوقتي بطبق حاجه اسمها فاتوره ضريبيه الكترونيه. يعني بلزم المجتمع الضريبي. ويمكن لو في فرصه اكلم حضرتك عن المشروع. ده. بلزم المجتمع الضريبي كله ان هو يقدم دلوقتي فواتير ضريبيه الكترونيه. يعني هيبقى في ربط ما بين منشاه الممول وبين مصلحه الضرائب. وهيبقى في مرحله خلال هذا العام وفي مرحله متقدمه ايصال الكتروني. يعني لما تروحي عند طبيب او تروحي عند حد مهني وتبقي محتاجه ايصال لا هتاخدي الايصال. ليه؟ لان القانون نفسه. بص حضرتك هنا بقى مصدر الالزام. انا هقدم وانا لسه تمام. انا ما معيش. تمام. حضرتك طالب مني اقدم ده قبل 31 مارس وانا ما معيش الفواتير دي هتحاسبني ازاي؟ اللي ما معهوش فواتير بيتحاسب تقديري. على فكره الناس عايزه تدفع ضرايبها. والناس عايزه تلتزم. الناس عايزه تلتزم. الناس عايزه تلتزم بس وعايزه بس اوراقها ناقصه. تمام. وعايزه تخرج. خلي بالك بص حضرتك احنا لما بنلزم الناس دلوقتي لما يصدر القانون 206 بتاع الاجراءات الضريبيه الموحد. القانون ده من كانت اهم الملامح بتاعته هو الزام المجتمع الضريبي بتسجيل مبيعاته ومشترياته على المنظومه الالكترونيه. واستخراج الايصالات الالكترونيه. يعني احنا مساله الميكنه والتحول الرقمي دي هي بتهدف عشان تحل الجزئيه اللي فيها فراغ ده دلوقتي. اللي هي في نقص في المستندات او في نقص في الفواتير. المساله دي هيتم معالجتها من خلال المنظومه اللي احنا بنطبقها. بس هي المساله عايزه بعض الوقت. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا وانا بكلمك عن تحول رقمي وعن فواتير ضريبيه الكترونيه احنا مستهدفين المساله دي خلال عامين اتنين. احنا بدانا مع مركز كبار الممولين اللي هم اكثر الفئات اللي هي ممكن تبقى قادرة على التعامل مع هذه المسألة. وهنبدأ خلال سنتين اتنين وعلى مراحل متعددة هنغطي كل الممولين في كل المأموريات على مستوى مصر كلها. طيب تاني الناس هتتحسب ازاي السنة دي؟ مين اللي هيقدر لها؟ هو يعني بيقول لك ايه هو دخل ايه اسمها ايه لما بتدخله حد في سنة الدخل إيه؟ يقول لي حضرتك لا مش الدخل. إيه المطلوب ان انت تقدم كل الاوراق ضريبي. اللي عندك تقدم اقرار ضريبي وتقدم المستندات المؤيده لهذا الاقرار. نعم. تمام.
هو احنا عندنا على فكرة، انا بس عايز اوضح للناس، احنا ما عندناش يا جماعة السنة دي تغيير في طريقة المحاسبة. يعني اللي حضرتك نفس الطريقة ونفس الاسلوب اللي حضرتك كنت بتتحاسب بيه قبل كده هو موجود السنة دي. بالعكس، ده احنا عندنا السنة دي كمان قوانين تم اصدارها سنة 20 بتدي مزايا اضافية ليك انت كممول. ايه بقى؟ وعندنا تشريعات. انا نفسي يا فندم اقول لحضرتك الحكاية جاذبة وليس الطريقة. لا ده انا بس ارجوك جاوبني على السؤال ده، انا معرفش هو تبع حضرتك ولا لا. ان انا للاسف انا يعني سامعاك وفي نفس الوقت بتابع. لحضرتك ارجو من سيادة هي رسالة سيادة الرئيس، ارجو من سيادة الرئيس اسقاط ديون متعسري الضرائب اصحاب الملفات الصغيرة من الحكومة. عملنا مع لمراعاة ظروفنا، حيث أننا لم نأخذ قروض ولا شيء من الدولة، وعفى الله عما سلف، لغلق هذه الملفات، ونتمنى ونتمكن من بداية جديدة. طيب. تليفون آخره 88-25. أنا مهتم إن أنا أجاوب الحتة دي. يلا. وحقول لك إحنا عملنا إيه. طيب. سنة 20 وأنا مهتم إن صاحب التليفون يسمعنا يا جماعة. صاحب الرسالة أرجوك يسمعنا. وهقول لك بالأرقام. احنا سنة 20 صدر عندنا قانون اللي هو 173 لسنة 20. نعم. بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والجزايات المالية غير الجنائية. كانت فكرة القانون ده ايه؟ فكرة القانون ده ان احنا عندنا جزء كبير من المجتمع بتاعنا عليه ضريبة وعليه مقابل تأخير لانه ما سددش الضريبة دي في ميعادها. ايوه. فالدولة في مبادرة منها عشان تساعد المجتمع الضريبي في ظل الظروف الصعبة اللي احنا بنمر بيها، طلعت القانون ده وقالت ايه؟ قالت اللي سدد، القانون ده صدر في 17/8/20، قالت شوفي حضرتك، قالت اللي سدد اصل دين الضريبه قبل 17/8 وما زال عليه مقابل تاخير او ضريبه اضافيه احنا هنتجاوز عن كل مقابل التاخير والضريبه الاضافيه. والقانون ده ادى 180 يوم متقسمين بالتساوي كده على ثلاث فترات، 60 يوم 60 يوم 60 يوم. ال 60 يوم الاولى اللي كان بيسدد لي اصل دين الضريبه كنت بتنازل له عن 90% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللي عليه. اللي كان بيسدد في الستين يوم التالية بعد الستين يوم الأولى كنت بتجاوز له عن 70% من مقابل التأخير. خلص؟ هو خلص في 12/2. أنا عايز أقول لك المحصلة، ما أنا وهقول حاجة تانية. اتفضل. طب المحصلة إيه؟ استفاد من القانون ده كام حضرتك؟ كام؟ 60,000 ممول. طب ال 60,000 ممول دول ما نقدرش نحسبها من كام يا فندم؟ يعني 60,000 استفاد من كام رقم؟ بصي انا لما اقول 60,000 هو رقم كبير في مصلحه الضرايب، ده مهم، رقم كبير. ولما اقول لك الارقام تشعر باهميه المساله دي، وبرده 60,000 مواطن استفاد، ده رقم مهم جدا بالنسبه للمواطن. بالظبط كده. سددوا كام؟ سددوا، هقول لك ارقام بالتقريب عشان تثبت في دماغ الناس. هم سددوا لي 7 مليار. 7 مليار. 60,000 مواطن مصري سددوا لي 7 مليار جنيه من الضرايب المستحقه عليهم، وانا تجاوزت عن من الضرايب المستحقه. يعني دي مش كل الضرايب. لا هو عشان يستفيد. انت فاهم؟ انا فاهم طبعا. بس هو عشان يستفيد بالتجاوز كان لازم يسدد لي كل الضريبه المستحقه عليه. فانا عندي 60,000 ممول سددهم كل اللي عليهم، ما هو شرط. انا بقول له نعم. انا بقول له انا حاسب لك مقابل تاخير. نعم. بس في مقابل كده اديني الضريبه بتاعتي. فسددوا لي 7 مليار جنيه. طب الدوله بقى تجاوزت عن كام؟ ثابت كام؟ ثابت 9 مليار، 9 مليار وشويه بس انا عشان الارقام تبقى واضحه. ثابت 9 مليار. فدي برضو للناس. للناس. وانا بسيبها له بقول له خد خلي بالك انا بوفر لك سيوله، دي فلوسي انا كدوله وده حقي كدوله. بس انا بتنازل لك عنهم. انا عايز اوفر لك سيوله، انا مش عايز اوقفك ابدا عن الشغل. مش عايز توقف شغله. بالعكس، انا عايز يبقى عندك سيوله وعايز حضرتك تشتغل. لان في الاخر لما حضرتك تشتغل انا كضرايب انا مستفيد والمجتمع كله مستفيد. نعم. استاذ عزه، المشروع لما يشتغل يعني عماله جديده، يعني بيوت بتتفتح طبعاً. يعني زياده في الناتج المحلي طبعاً. يعني في ضريبه انا هحصلها في السنه القادمه. ايوه. فانا من مصلحتي كدوله ان انا اساعد هذه المنشات. وده اللي احنا عملناه على المستوى ده. وفي حضرتك طبعا. وده مهم جدا بالنسبه لي. أيوه. يمكن ده لا يقل اهميه عن مسألة الحصيلة اللي أنا بجيبها من المجتمع الضريبي. وفي حاجة تانية بتخص السؤال ده مهمة جدا. احنا صدر عندنا سنة 20 برضو القانون 152 لسنة 20. قانون 152 ده عنوانه كده تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. نعم. القانون ده عمل ايه؟ عمل اللي جايب في السؤال بتاع حضرتك ده. احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عندنا
عدد من مشروعات الاقتصاد غير الرسمي عدد كبير. انا مش عايز اقول لك ان هو يعني تقريبا يعادل 50% من الاقتصاد الرسمي. انا مش بقول انا يعني دي مش انا بقول لك ارقام طالعه من الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء. نعم. الجهاز المركزي ده لما عمل تعداد اقتصادي سنه 17 18 قال لي انت عندك موجود في البلد منشآت ضمن الاقتصاد الرسمي بتاعك 3,700,000. نعم. ولما جه يعمل حصر للمشروعات الاقتصاد غير الرسمي طلعت 1,900,000. المليون و900 ده دول ناس شغالين بعيد عن عين الدولة، بيمثلوا تقريبا 52.5% من الاقتصاد الرسمي. طب انا بقى انا محتاج الناس دي انا اجيبها عندي وتخش معايا في المنظومة بتاع الاقتصاد الرسمي. طبعا. طب اعمل المسألة دي في نفس الوقت تبقى عفوا يعني بتصور كده، بتصور العالم اشتغل كده. العالم بياخد على فكرة ضرائب كتيرة جدا يا جماعة عشان بس نبقى واضحين قصاد بعض من الناس، لكن هي فكرة انك تجذبه. هو ده. هو ده هو ده اللي القانون اللي عمله، تجذبه يجيلك. والله ناس كتيرة بتقول احنا يا جماعة نفسنا ندفع الضرائب اللي علينا، بس عايزين نفهم الوضع ازاي وفي نفس الوقت تبقى المسألة طيب. نقدر عليها. سؤال لحضرتك. طب اقول لك لو انا قدمت لو انا قدمت ورقي يترفض وايه هي عقوبتي؟ هو لو حب يقدم ورقي مش هيعرف، لان مفيش اقرارات ورقية. مفيش اقرارات ورقية. طيب فهو لو حصل خطأ، لو حصل خطأ في إقرار الضريبي بعد ما قدمته، اكتشف انه قدم خطأ سهلة في الضريبة العقارية، يقدر يصححه؟ انا اكلمك ضريبة الدخل اختصاصي. تمام. بس هقول لك عفوا انا بتكلم ضريبة الدخل. طب لو انا قدمت إقرار ضريبي وبعد ما قدمت الإقرار الضريبي بتاعي اكتشفت ان في خطأ او في سهو في الإقرار، المسألة دي واردة، طب نعمل ايه؟ قانون وضع حلول لهذه المسألة وقال للممول ما تقلقش خالص من المسألة دي، لو انت قدمت خطأ في إقرارك مش هتقول له مش انت اللي قدمت. لا ما انا هقول اهو، ما هو انا هقول كده بس في موقف معين، انما القانون بيقول له ايه؟ بيقول له لا، ده انت عندك سنة من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار، بمعنى ان وانا بتكلم على الأشخاص الطبيعيين دلوقتي وننبه ان اخر ميعاد اللي هي المنشآت الفردية اخر ميعاد لتقديم الإقرار الضريبي هو 31 مارس الحالي. طيب انا قدمت الإقرار وخلص 31 ده جه خلاص، من 31 عندك سنة، من 31 عد سنة لو لغاية حضرتك قبل السنة الجديدة لحد قبل ميعاد التقديم القادم، لحد نهاية التقديم القادم. لو اكتشفت خطأ او سهو حاجه نسيتها في اقرارك من حق القانون، مش انا كمصلحه الضرايب ده، القانون هو اللي بيقول له من حقك انك انت تخش وتعمل حاجه اسمها اقرار ضريبي معدل. طب الاقرار الضريبي المعدل ده لما جيت صححت الخطا حضرتك هتحاسبني عن الخطا ده؟ القانون يقول له لا. طيب. ده احنا بنتكلم في منتهى حسن النيه، فتصحيح الخطا لا يعتبر تهرب ضريبي ولا جنحه ولا جنايه. للاسف 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 وقتي خلص، بس هو السؤال أقدم الإقرار الضريبي إلكتروني قبل 31 مارس صح، لكن هدفع إمتى؟ سداد الضريبة مقترن بتقديم الإقرار، يعني حضرتك وإنت بتقدم الإقرار بتسدد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار. تمام، بس معنى كده إنه آخر ميعاد 31 مارس هو نفس آخر ميعاد الدفع للسداد. طيب افرضي ما سددتش؟ ما سددتش، لو ما سددش بيبقى مش ممكن. ده ممكن قوي. لا غالبيه الاقرارات لا. انا اقول لك واقع عملي. تمام. غالبيه الاقرارات بتبقى مقترنه بالسداد، ولكن اذا لم يستطع السداد الاقرار بيتقبل. الاقرار بيتقبل. بس في الحاله دي انا كمصلحه ضرايب بقى ليا فلوس عند حضرتك، ميعاد سدادها 31 مارس، من اليوم التالي ببدا احسب عليكي مقابل تاخير الضريبه عند حضرتك. كم بقى؟ هي كنا ماشيين حلو طول الحلقه والله هنكمل حلو والله. بصي قد ايه سريعا لان لازم اشرح حضرتك. هو بس احنا كل سنه بتبقى متغيره بسعر الفائده الصادر من البنك المركزي. هو السنه دي 8.75، نحط عليه 2% كمان يبقى 10.75%. يبقى بتتكلم 10% تقريبا او ما يقرب من 11% تقريبا. دي غرامه سنويا، غرامه التاخير، غرامه التاخير في سداد الضريبه على المبلغ المبلغ اللي هو ما سددوش. أيوة افرضي هو عليه 100 سدد 60 يبقى هاخد على 40 بس. اي تفاصيل تاني هيبقى بيننا تواصل للتليفوني بعد اذن حضرتك استاذ طلعت. بشكرك شكرا جزيلا استاذ طلعت عبد السلام، بشكر حضراتكم، بتمنى ان انا اكون رديت وافدت حضراتكم في معظم استفساراتكم،
وبشكر تاني سيادة الرئيس قبل ما بختم الحلقة، وأشوف حضراتكم بكرة على خير، مع تحياتي عزة مصطفى، وإلى اللقاء.